تاع توفير السكن مجهز ومنيا، يعني نقولها بدون مبالغة بالك متوفرة في 10% من الحالات، أغلب الحالات اللي وقفنا عليها وفيه حتى يعني توصلنا احنا نقابيا منذ سنوات على مراحل، يعني شكايات ولا شكاوات، قال فوالا رحنا بعثونا ولكن كي وصلنا ثم ما كاش سكن، لو دي اس بي ولا مدير المؤسسة يقول لك فوالا راكم ثم بروفيزوارمون حتى نشوفوا لكم حل. الوغ الناس داروا دي سونتان دو كيلومتر دي ميليي دو كيلومتر دي فوا بور فينير سوا ديزون ابورتي هذيك لا هذاك لو بلوس اون ماتير دو كوفرتور ميديكال سبيسياليزي. ما نتكلمش على التأثيث، ما نتكلمش على ظروف المعيشة، نورمالمون هذه امور بسيطة جدا، ولازم هذا الطبيب ولا الطبيبة اللي تتنقل في اطار الخدمة المدنية اموا يعني تحس باللي كاين صح مرافقة وكاين صح اعتناء وكاين صح يعني قيمة يعني مضافة نعطيوها لهذا المواطن او نيفو دو برانسيب. اون بو با اكسبتي ميم سي سيتي دي سيتويان كي ont été agressés de la sorte، كنا ما نقبلوش ونديروا بيان تنديد ونقولوا باللي ماشي هذه الطريقه وما نقبلوش هذه الممارسات، وهذه الممارسات لازم تختفي من المجتمع نتاعنا. حريه التعبير، حريه التجمهر، حريه التنديد سلميا بطريقه حضاريه لازم تكون هي اولا مكرسه وحق مكرس في الدستور الجزائري، ولازم نوفروا لها شروطها. شروط شكون يوفرها؟ توفرها السلطات العموميه. الو ما بالك نهار نتكلموا على نقابات ولا نتكلموا على هيئات ولا نتكلموا على جمعيات، دونك هذا مستوى اخر.